السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة يا جماعة عن الساعة الانفيكتا، زي ما حضراتكم شايفينها كده موجودة عندنا في روزلاند. لو أي ساعة من الساعات دي عجبت حضرتك ممكن تاخدها سكرين شوت وتبعتها لي على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف. ده شكل الساعة، هوريك واحدة واحدة كده. ده شكلها، حاجة بصراحة ضخمة جدا، شكلها تحفة. هلبسها كده وأوريها لحضراتكم. دي شكل الساعة يا جماعة في ايدي، ساعة جميلة جدا. ممكن اضيقها ممكن اوسعها زي ما انا عايز، تمام. إيه الساعة فيها تاريخ زي ما حضراتكم شايفين، والترس اللي فوق ده يا جماعة بيلف كده، زي ما حضراتكم شايفينه كده. وممكن نظبطه وما نلفوش، نظبطه نخلي الستين فوق كده 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 مظبوط اهوت، تمام. الساعة دي موجودة عندنا في روزلاند، لو عايزها ممكن تطلبها وان شاء الله هتوصلك لحد باب البيت، يوجد توصيل لجميع المحافظات. طبعا في قفل هنا عند المسك بتاعها، والساعه اصلا نفسها وزنها تقيل، تمام. معايا كمان الساعه دي، هي نفس الحكايه نفس الفكره بس شكل مختلف، برضو دي بتلف كده، تمام. برضو التاريخ موجود فيها زي ما حضراتكم شايفين، اللي هو 19 ده. الساعة برضو تحفة بصراحة، ساعة جميلة جدا. شايفين الساعة برضو انفيكتا، كلمة انفيكتا فيها من جوه، تمام. الساعة دي موجودة عندنا في روزلاند يا جماعة، لو عايزها خدها سكرين شوت سواء دي او دي. لو انت عايز دي خدها دلوقتي، ولو عايز دي خدها دلوقتي سكرين، خدها سكرين شوت وبعتها لي على الرقم الموجود في صندوق الوصف وهتوصلك لحد البيت. لو لسه اول مره تشوف قناتي ومهتم بالساعات او الاكسسوارات الرجالي، ممكن تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.